هو بيري تم اغتياله بأيار 1966، 16 أيار 1966. نعم طبعا عقيدته الشهيرة كانت قل كلمتك وامشي، يعني هذه كلنا حافظينها. بقدر أقول كلمة يعني علمتني إياها أمي بعد بعد ما بديت استلم. مين بيملك الجريدة، أنت ولا هي؟ إذا هي بتملكك معناتها أنت بدك تعمل أي شيء لتمشيها، إذا أنت بتملكها أنت بدك تحملها على كتفك وتحارب. هذا البلد برأيك كيف يرجع يخلق نفسه من جديد؟ الرئيس سليم الحس عنده مقولة: حرية بس ما في ديمقراطية. الحرية هي تفاعل بين مجموعة من الناس مع رأي معين، وقادر يكون في آراء مختلفة، وقادر بهالآراء الجديدة أو الآراء المتفاعلة مع فريق معين هالمجموعة من الناس تأثر. الحرية هي تأثير، التأثير انقطع.